يعني في عشية وضحاها تجيب 7 لاعبين يعني شدد ضخهم مباشرة في التشكيلة، هذا راح يكون يعني مجازفة. هذا الشيء اللي قام به اليوم التشكيلة كانت تشكيلة يعني منطقية، ويعني يعني كانت فيها صواب كثير من ناحية التسيير تاع التعداد. أما بالنسبة للزغبة يعني حارس اللي عنده إمكانيات خلى يعني اليوم الفرصة، خلى ننجم نقولوا باللي دار مباراة محترمة جدا، ولو أن يعني المنافس ما كانش يعني نفس المستوى تاع الفريق الوطني الجزائري، إلا أن الفريق الوطني يعني شفنا باللي دخل يعني النوايا يفوز بالمباراة، ولكن ما نقولوش ما يحوش على الأداء، ولكن اليوم إعادة الفريق لسكة الانتصارات هذا هو اليوم يعني الشعار اللي دخل به الفريق. أما باش نقولوا مقابلة ضعيفة، لا ما كانش مقابلة ضعيفة، يعني سيرنا المباراة، ربما كاين بعض الظروف اللي إعادة النظر فيها، ولكن المستوى تاع الفريق الوطني ما نقارنوش بالمستوى. حتى نسمي الأسماء بمسمياتها، الصحفي قال أنه أداء المنتخب كان سيء لا خلال 70 دقيقة. لا لا هذا غلط. أنا بالنسبة لي أنا نجم أقول لك يعني غلط 100%. ما كانش 70 دقيقة الأولى، ما كانش المنتخب ما كانش سيء، كان يعني يسير، كان يعني فايز، وحتى يعني كان كما قلت سي بيرمي لو لوكس باش نحبسنا ضربة جزاء، وقعد الفريق يلعب، كان مسيطر على الكرة، مستحوذ على الكرة، يعني الاستحواذ تكلم عليها الأخ بوعلام، يعني وبين وين يعني الاستحواذ وين كان إيجابي وين كان ناقص هذه الأمور، ولكن باش نقولوا كان سيئة لا، هذا يعني ربما يعني صح في هذا رايه، ولكن أنا نظن باللي المقابلة الفريق الوطني سيرها على حسب الإمكانيات تاع اليوم وحسب الظروف اللي يعني في التاريخ الماضي القريب اللي خلت الفريق الوطني يلعب بطريقة اليوم راح تسمح له ربما في يوم 8 جوان ان شاء الله راح يكون عنده يعني اختبار واحد اخر، اذا زاد نجح فيه ان شاء الله راح يكون فيها انطلاقه اخرى، يعني اللي راح ان شاء الله تبشر بملامح اللي راح تخلي الفريق الوطني يرجع ان شاء الله بالقوه اللي اعتدنا عليه.